السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم يا شباب مرة ثانية في مقرر كيمياء 2. اليوم بإذن الله بنأخذ موضوعين من مواضيع الفصل السادس، مقدمة إلى الهيدروكربونات والألكانات. طبعاً حنا متعودين أن حنا نراجع مع بعض هذه المواضيع. هذا علي بن أحمد العصيمي، يرحب فيكم. ننطلق بإذن الله لتمهيد هذه الدروس ثم أخذ التدريبات. بإذن الله سنتعلم اليوم أن توضح المقصود بكل من المركب العضوي والكيمياء العضوية، أن تعين الهيدروكربونات والنماذج المستخدمة لتمثيلها، أن تفرق بين الهيدروكربونات المشبعة وغير المشبعة، أن تصف مصدر الهيدروكربونات وكيفية فصلها، أن تسمي الألكانات من خلال تفحص صيغتها البنائية، أن تكتب الصيغة البنائية للألكان إذا أعطيت للألكانات إذا أعطيت اسمها، أن تصف خصائص الألكانات. بعد هذا ننطلق للتمهيد، بارك الله فيكم، للموضوعين. خلونا نأخذ المقدمة للهيدروكربونات. الهيدروكربونات مركبات عضوية تحتوي على عنصري الكربون والهيدروجين فقط، وتعد مصدراً للطاقة والمواد الخام. أحد مكونات المركبات العضوية الهيدروكربونات، والهيدروكربونات هي أبسط المركبات العضوية، تحتوي على هيدروجين وكربون فقط، هيدروجين وكربون فقط، وهي مصدر للطاقة والمواد الخام. الألكانات هيدروكربونات تحتوي على روابط أحادية. الألكانات يا جماعة نوع من أنواع الهيدروكربونات، لأن الهيدروكربونات تحتوي على كربون وهيدروجين. الألكانات كربون وهيدروجين، لكنها تحتوي على روابط أحادية وهي مشبعة بالهيدروجين. ننطلق للتدريبات. خلونا نبدأ في تدريبات المقدمة للهيدروكربونات. ما الخاصية الرئيسية للمركب العضوي؟ وما هي الكيمياء العضوية؟ لكي نسمي المركب مركباً عضوياً يا شباب، لا بد أن يحتوي على عنصر الكربون، لكن لا بد أن لا يكون من أكاسيد الكربون أو الكربونات أو الكربيدات، غير هذا مركب عضوي. إذن المركب العضوي هو المركب الذي يحتوي على عنصر الكربون بصفة أساسية. طيب الكيمياء العضوية إيش هي؟ هي فرع من فروع الكيمياء يهتم بدراسة مركبات عنصر الكربون، أو يهتم بدراسة المركبات العضوية. على فكرة عنصر الكربون يا جماعة يكون مركبات أكثر من مركبات العناصر الأخرى في الجدول الدوري مجتمعة. طيب نروح للتدريب الثاني. لماذا أدى اكتشاف فوهلر إلى تطوير الكيمياء العضوية؟ كان يعتقد قديماً أن المركبات العضوية تنتجها الحيوانات والنباتات بسبب وجود قوة حيوية داخل النبات والحيوان، يعني حنا في الحقيقة ما نقدر ننتج المركبات العضوية خارج أجسام الكائنات الحية، لكن العالم الألماني فوهلر استطاع أن ينتج مادة اليوريا البولة في المعمل من مواد غير عضوية. طيب ما معنى هذا الاكتشاف؟ معنى هذا الاكتشاف أننا نستطيع تحضير المركبات العضوية خارج أجسام الكائنات الحية. إذن ثبت بطلان الفكرة القائلة بأن تحضير المركبات العضوية يحتاج إلى قوة حيوية. نروح للتدريب الثالث. ما خاصية الكربون المسؤولة عن التنوع الهائل في المركبات العضوية؟ اتفقت أنه وياكم قبل شوي أن الكربون يعمل مركبات كثيرة لدرجة أن مركباته تفوق مركبات العناصر الأخرى مجتمعة في الجدول الدوري. إيش السبب؟ إيش السر؟ السر يا شباب أن عنصر الكربون يستطيع عمل أربع روابط تساهمية، لأن عنصر الكربون يحمل في مستواه الأخير أربع إلكترونات ويكون تهجين من نوع sp3، يعني خلاصة الكلام قادر على تكوين أربع روابط تساهمية. لذلك هو ممكن يعمل روابط مع ذرات الكربون الأخرى، يعمل سلاسل طويلة، يعمل سلاسل متفرعة، يعمل حلقات، وتدخل عناصر أخرى في هذه السلاسل الطويلة المتفرعة والحلقات، وبالتالي سيتكون عندي مركبات كثيرة جدا جدا جدا. ننتقل للسؤال الرابع. ما هو الفرق بين الهيدروكربونات المشبعة وغير المشبعة؟ أول شيء اتفقنا أنا وياكم أن الهيدروكربونات هي نوع من أنواع المركبات العضوية، تتميز بأنها تحتوي على كربون وهيدروجين فقط، يعني هي أبسط المركبات العضوية. في نوع منها مشبع وفي نوع غير مشبع.
مشبع يعني مشبع بالهيدروجين، غير مشبع يعني ينقص الهيدروجين. طيب المشبع بالهيدروجين يتميز بأن روابطه أحادية، الغير مشبع اللي ينقص الهيدروجين روابط يحتوي على روابط ثنائية وثلاثية. أحسنت، إذا تحتوي الهيدروكربونات المشبعة على روابط أحادية فقط، بينما تحتوي الهيدروكربونات غير المشبعة على واحدة أو أكثر من روابط ثنائية وثلاثية. والتدريب الجاي إن شاء الله بيبين لكم الموضوع أكثر وأكثر. نشوف التدريب الخامس، ما عدد الإلكترونات المشتركة بين ذرتي الكربون في كل من روابط الكربون الآتية؟ يقول هو ما هي عدد الإلكترونات المشتركة بين ذرتي الكربون في كل من الروابط الآتية؟ أول حاجة يا جماعة الخير، هذه الكانات روابطها مشبعة، روابطها أحادية، هذا اللي قلنا قبل شوي مشبعة، وهذه يا جماعة الكينات وهذه الكاينات، هذه النوعين غير مشبعة، لاحظ تحتوي على روابط ثنائية وثلاثية، وبالتالي ينقصها هيدروجين، لاحظ الهيدروجين نقص هنا، هنا الهيدروجين كثير. طيب الرابطة بين الكربون والكربون رابطة واحدة، كم الكترون؟ أحسنتم، الكترونين، لأن الرابطة الواحدة عبارة عن زوج من الالكتروني، الزوج الالكتروني الرابط. طيب هنا رابطتين كل واحدة معها الكترونين، إذا عندي أربع الكترونات. أحسنتم في الرابطة الثنائية. طيب في الرابطة الثلاثية ايش تتوقعون؟ كل رابطة فيها الكترونين. أحسنتم، عندي ستة الكترونات رابطة بين كل ذرة كربون وكربون في الأنواع الثلاثة. طيب سم مصدرين طبيعيين للهيدروكربونات، سمي مصدرين طبيعيين للهيدروكربونات. مصادر الطبيعي يا جماعة الخير لا شك أن النفط والغاز الطبيعي، طبعا النفط يكون فيه معه غاز مصاحب له يسمى الغاز الطبيعي، تحتوي على الهيدروكربونات، والهيدروكربونات كما اتفقنا يا جماعة نوع من المركبات العضوية يحتوي على الكربون والهيدروجين فقط. طيب ما هي الخصائص الفيزيائية لمركبات النفط التي تستعمل لفصلها في أثناء عملية التقطير التجسيمي؟ أنتم تعرفون أن النفط مادة خام ويحتوي على خليط من الهيدروكربونات والمركبات النفطية. طيب كيف أستطيع فصلهم عن بعضهم البعض؟ أحسنتم، عن طريق درجات الغليان، كل نوع له درجة غليان، وبالتالي أستطيع أنا أوصله لدرجة غليانه، وبالتالي يتبخر هو لوحده وأحصل عليه، أعمل له عملية تقطير، أعمل له عملية تقطير. لذلك النفط يتم تتم له عملية التقطير في أبراج تسمى أبراج التقطير التجزيئي، أو تسمى مصافي تكرير النفط، مصافي تكرير النفط. طيب معطينا الآن مجموعة من الهيدروكربونات، ستة، خمسة هيدروكربونات، هكسان، ميثان، أوكتان، بيوتان، بروبان، ويقول لك رتبها على حسب درجات غليانها. إذا التقطير، رتب المركبات المدرجة في الجدول 7-8 حسب الترتيب الذي تخرج به من خلال تقطيرها من الخليط. أنا لو سخنت الآن، من أول واحد راح يتبخر؟ أكيد أقلهم درجة غليان يا جماعة، من هو أقلهم درجة غليان؟ لاحظوا الميثان سالب 161 تحت الصفر، إذا الميثان أول واحد بيطلع. طيب من اللي أعلى منه شوي؟ أحسنتم، البروبان سالب 42. طيب من اللي أعلى منه شوي؟ البيوتان نص درجة تحت الصفر. طيب من اللي أعلى بعد أعلى منه شوي؟ الهكسان 68.6، من أعلاهم على الإطلاق هو الأوكتان، آخر واحد بيطلع بسبب درجة الغليان. ومثل ما قلنا يعمل لها أول شيء تبخير ثم تكثيف، يسمى تقطير أو تكثيف. نروح للتدريب التاسع، تمثل الجزيئات باستخدام الصيغ الجزيئية والصيغ البنائية ونموذج الكرة والعصا والنموذج الفراغي، ما مزايا ومساوئ كل نوع؟ تعرفون يا جماعة أننا قلنا أن الصيغ أو الجزيئات الكيميائية علشان حنا نعبر عنها نكتب لها صيغة جزيئية، نكتب لها صيغة بنائية، ونكتب لها نماذج، نموذج العصا والنموذج الكرة والعصا والنموذج الفراغي، كلها نماذج بنائية. طيب ايش مميزات كل نوع وعيوبه؟ خلونا نروح للصيغة الجزيئية اول شيء. الصيغة الجزيئية تبين عدد ونوع الذرات المكونة للمركب ولا تعطي الشكل الهندسي. هذه الصيغة الجزيئية للميثان مثلا، اعطتني النوع كربون ذرة واحدة والهيدروجين اربع ذرات، اعطتني النوع والعدد صح؟ لكنها ما اعطتني كيفية الارتباط. طيب الصيغة البنائية تبين الترتيب العام للذرات في الجزيء ولا تعطي الشكل الهندسي ثلاثي الابعاد. هذه استفيد من الصيغة البنائية يا شباب اني اعرف العدد والنوع، النوع كربون مثلا وهيدروجين، العدد كربون واحد والهيدروجين اربعة، واعطتني كيفية الارتباط المسطح، مو ثلاثي الابعاد، مسطح،
ارتباط يعني صيغ يعني شكل بدائي. طيب نشوف النموذج الكرة والعصا. نموذج الكرة والعصا تعطي الشكل الهندسي للجزيء ولكن ليس الشكل الهندسي الدقيق. هذا نموذج الكرة والعصا، هذا مثلا الكربون وهذا الهيدروجين، والخطوط هذه عبارة عن الروابط لكنها ما تعطيك الشكل الهندسي الحقيقي. أقرب شكل هندسي حقيقي هو النموذج الفراغي، يعطي صورة أكثر واقعية عن الكيفية التي يبدو فيها الجزيء ولو أمكن رؤيته حقيقة، لو أمكن رؤيته حقيقة. ولكن من الصعب تحديد نوع الروابط في الجزيء، وإذا كان الجزيء ضخما فسيكون من الصعب رؤية جميع الذرات. هذا النموذج، النموذج الفراغي، هو الأقرب للوضع الطبيعي يا شباب في الجزيئات. لكن مشكلته أنه كل ما زادت الذرات ما راح نشوف الروابط. يعني هذا مثلا احنا مبينين الان، مبين الكربون، لكن افرض لو كان فيه روابط اخرى ما تستطيع تبينها. فكل نوع من هذه الانواع له عيوب ومميزات احنا نستفيد منها جميعا. التدريب العاشر، سم ثلاثة الكانات تتخذ وقودا. سم ثلاثة الكانات تتخذ وقودا ثم اذكر استخداما اخر لكل منها. الالكانات يا جماعة اتفقنا انها هي ذات روابط أحادية، أحسنتم، وهي مشبعة، هيدروكربونات مشبعة ذات روابط أحادية. تذكرون العشرة الكانات الأولى ذكرها مع بعض بس، ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان، هكسان، هبتان، أوكتان، نونان، ديكان. طيب عطني ثلاثة من الألكانات تستخدم وقودا. الميثان وهو المكون الأساسي للغاز الطبيعي الذي يستخدم كوقود للمنازل ويستخدم في مختبرات العلوم، كما يستخدم أيضا لإنتاج بعض المركبات الكيميائية. هذا الميثان يا شباب، ممكن وقود في المنازل وممكن في مختبرات العلوم وممكن لإنتاج بعض المركبات الكيميائية. البروبان، البروبان ثلاث ذرات كربون، كم هيدروجين؟ ثمانية، لو عديتهم ثمانية. الصيغة العامة لا تنسونها CnH2n plus 2. طيب يستخدم البروبان المسال أيضا للطبخ والتسخين، ويستخدم أيضا في تصنيع المطاط الصناعي واستخدامات أخرى صناعية يدخل فيها البروبان. البيوتان يستخدم في القداحات، القداحات اللي هي المقصود فيها الولاعات، الولاعات، وأيضا المشاعل وغاز الطبخ. تعرفون أنتم بعض الأحيان ممكن تستخدم دفايات الغاز، هذه يدخل فيها البيوتان. وغاز الطبخ يدخل في غاز الطبخ في المنزل، ويستخدم في صورة مادة خام في عملية تصنيع كثير من المواد الكيميائية. البيوتان يتميز ما جمع بأربع ذرات كربون، أربع ذرات كربون، وكم هيدروجين؟ أربعة في اثنين ثمانية زائد اثنين عشرة، فعشرة ذرات هيدروجين. طيب نشوف الآن بارك الله فيكم الألكانات. الألكانات اكتب الصيغة البنائية والبنائية المكثفة للإيثان. الإيثان صيغته الجزيئية C2H6. طيب هو يبغى مني الصيغة البنائية العادية والصيغة البنائية المكثفة. ممكن البنائية تعرفونها بس المكثفة هو المرة تمر عليكم بسيطة. الصيغة البنائية بهذا الشكل، قلنا تبين لي عدد ونوع الذرات وكيفية الارتباط. شوف لاحظ روابط أحادية أحادية أحادية. المكثفة اجمع، كثف الهيدروجين، اجمع الهيدروجين عند، حطه جنب الهيدروجين، جنب الكربون آسف، اجمع الهيدروجين وحطه جنب الكربون، يعني ثلاثة هيدروجين حطها جنبه. هذا كربون يجي جنبه ثلاثة هيدروجين، الكربون أيضا يجي في جانبه على طول ثلاثة. هذه اسمها الصيغة البنائية المكثفة مختصرة، وهذه الصيغة البنائية المتفرعة أو الصيغة البنائية العادية. نروح للتدريب الثاني. أكتب مجموعة الألكيل المقابلة لكل من الألكانات الآتية وأكتب اسمها. لاحظ الكيل، عندنا الكان ويبغى الكيل. متى يصير الالكان الكيل؟ هاي يا شباب احسنتم، اذا نزعت منه هيدروجين، اذا نزع منه هيدروجين يصبح بدل ما هو الكان يصبح الكيل، اذا بدل ما هو ميثان يصبح ميثيل، احسنتم، بدل ما هو بيوتان يصبح بيوتيل. هذا الميثان صار ميثيل. معنى وجود هذا يا جماعة أني نزعت هيدروجين، إذن هو جاهز الآن أو على استعداد للتفاعل. هذا هو بهذا الشكل البنائي، هذا الصيغة البنائية المكثفة، هذا الشكل البنائي العادي. هذا أيضا البيوتيل، لاحظوا هنا نزعت هيدروجين،
هذا بالصيغة البنائية المكثفة وهذا بالصيغة البنائية العادية. خلونا نشوف التدريب الثالث. كيف يختلف بناء الألكان الحلقي عن بناء الألكانات المستقيمة أو المتفرعة؟ لازلنا نتكلم على الألكانات يا شباب. الألكانات روابطها أحادية، لا تنسون، وهي مشبعة روابطها أحادية. طيب شوفوا مثلا هذا هكسان. إذا بغيت تربط الهكسان هذا وتخلي حلقة مثل كذا، إيش تعمل؟ تمسكه من هنا، يعني هذا يعني بس علشان أقرب لكم الفكرة، تمسكه من الطرف هذا وتمسكه من الطرف هذا وتجيبهم جنب بعض. طيب كيف تربط الكربون بالكربون؟ لازم تطلع من هنا هيدروجين ومن هنا هيدروجين، فبدل ما هي CH3 صارت CH2، بدل ما هي CH3 هنا صارت CH2، ويطلع لي خط هنا ويطلع لي خط هنا، بعدين أربطهم ببعض. إذا ربطتهم ببعض يطلع لي هذا الشكل اللي أمامك. إذا شو الفرق ما بين الهكسان الأليفاتي أو السلسلة والحلقي؟ إنه نفس عدد ذرات الكربون، لكن الهيدروجين ينقص اثنين. اثنين هذه راحت من هنا وراحت من هنا. خلونا نقرأ. الألكان الحلقي يحتوي على حلقة من ذرات الكربون، ويقل الألكان الحلقي عن الألكان ذو السلسلة المستقيمة والمتفرعة، والذي يحتوي على نفس العدد من ذرات الكربون بمقدار ذرتي هيدروجين. ذرتي هيدروجين بس. لاحظوا كلها CH2 CH2 CH2، هنا لا، CH3 هنا، CH3 هنا، هنا بنزع من هنا هيدروجين، هنا بنزع من هنا هيدروجين. أتمنى الفكرة واضحة يا جماعة في الألكانات الحلقية. الكلام هذا ينطبق على البيوتان الحلقي، وينطبق على البنتان الحلقي، والبيوتيل الحلقي، والهبتان الحلقي، وهكذا. نروح للتدريب الرابع. استخدم الماء والميثان لتفسير كيف تؤثر قوة التجاذب بين الجزيئية في درجات غليان ودرجات تجمد المادة. أول حاجة خلونا نتكلم عن قوة التجاذب بين الجزيئية. قوة التجاذب بين الجزيئية يعني القوة اللي تتجاذب فيها الجزيئات نفسها، يعني ماء مع ماء، ميثان مع ميثان. هل في قوة تجاذب؟ شوف، إذا كان في قوة تجاذب معناها أنه درجات الغليان والانصهار بترتفع. إذا ما فيه تجاذب معناها درجات الغليان والانصهار بتنخفض. خلوني أتأمل أنا وياكم في الماء. تذكرون الماء؟ الماء قطبي يا جماعة، الماء قطبي، H2O قطبي. في فرق في الكهرباء السلبية بين الأكسجين والهيدروجين، والجزيء منحني وبالتالي قطبي. لما يكون قطبي ستكون هناك تجاذب بين جزيئات الهيدروجين، الماء مع الماء يتقاربون. لما يتقاربون إيش أتوقع درجات غليانه؟ مرتفعة. لذلك تجدون الماء درجة غليانه مرتفعة 100 ودرجة انصهاره مرتفعة 0. عرفت الفكرة؟ طيب قارنها بالميثان. الميثان يا جماعة غير قطبي. طبعا الماء تتقارب جزيئاته برابطة اسمها الرابطة الهيدروجينية، الرابطة اللي بين الجزيئات، رابطة اسمها الرابطة الهيدروجينية، يتقارب فيها الهيدروجين الموجب من جزيء مع الأكسجين السالب في الجزيء الآخر، تسمى رابطة هيدروجينية. أما الميثان فهو مركب غير قطبي. لما يكون غير مركب غير قطبي يا شباب معناها جزيئاته متباعدة عن بعضها البعض، وبالتالي درجات غليانه وانصهاره ستكون منخفضة. خلونا نشوف الجدول. الماء الكتلة 18 كتلة واو كاف دال، والميثان 16 واو كاف دال، يعني متقاربين في الكتلة. لكن الماء عند درجة الحرارة العادية سائل، بينما الميثان غاز، جزيئاته متباعدة. طيب الماء يغلي عند 100، شوف كم يغلي الميثان، يغلي عند درجات منخفضة جدا جدا لأنه أصلا متباعد، يغلي عند 162 تحت الصفر. درجة انصهار الماء صفر، بينما درجة انصهار الميثان سالب 182 تحت الصفر. إذا يعود الاختلاف الكبير في درجات الحرارة إلى أن التجاذب بين جزيئات الميثان ضعيف مقارنة بالتجاذب بين جزيئات الماء، حيث أن جزيئات الميثان غير قطبية ولا تكون رابطة هيدروجينية، بينما جزيئات الماء قطبية وتكون رابطة هيدروجينية قوية. لذلك نجد أن للماء درجات غليان وانصهار أعلى منها للميثان. أتمنى الفكرة واضحة يا شباب. انتقل للتدريب الخامس. سم المركبات الممثلة بكل من الصيغ البنائية الآتية. خلاص الآن عندنا هذا المركب من الألكانات، لاحظوا روابطه أحادية. طيب كيف أسميه؟ ممتاز. أول شيء عد السلسلة: ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان. بنتان، ما في أي حاجة غيرها. إذا هذا البنتان. أحسنتم. طيب أجي للصيغة هذه، أختار أطول سلسلة، 1 2 3 4 5، إذا 5. طيب الترقيم من وين يتم؟ من هنا، من الطرف هذا، ولا من الطرف هذا؟ لو رقمت من هنا، المجموعة المستبدلة، هذه مجموعة اسمها مجموعة مستبدلة أو مجموعة غريبة نسميها، خلاص؟
هذه المجموعة تأخذ رقم 1 2 3، ولو رقمت من هنا 1 2 3 نفس الشيء، إذا برقم من هنا ومن هنا كل نفس الشيء، إذا أرقم ثم أقول عند 3، تذكرون كيف أسمي عند 3 وش فيه؟ هذا اسمه ميثان ولا ميثيل؟ ميثيل، أحسنتم، ميثيل. ميثيل، طيب والمركب كله ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان، إذا 3 ميثيل، ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان، بنتان، 3 ميثيل بنتان، إذا 3 ميثيل بنتان. نروح للتدريب، ننتقل الآن للتدريب السادس. الاسم الصحيح للصيغة المقابلة هو، أول شيء يا شباب، أول شيء أختار أطول سلسلة في التسمية. أطول سلسلة 1 2 3 4 5 6 7، إذا 7 ذرات كربون، هذه أطول سلسلة. السؤال اللي بعده، من وين أبدأ الترقيم؟ من الطرف هذا، السلسلة لها طرفين ولا الطرف هذا؟ الطرف الذي يعطيني أفضل الأرقام للمجموعات المستبدلة، مجموعات مستبدلة عندي الميثيل وعندي الفلور، هي المجموعات الغريبة على السلسلة. أفضل الأرقام تجي من هنا 1 2 3 4، هنا 1 2 3 4 5، إذا أبدأ رقم من هنا. طيب إذا 1 2 3 4 5 6 7، إذا الاسم بيكون عند 3 فيه ميثيل، عند 4 فيه فلور، هنا أحسنتم، عند 3 فيه ميثيل، عند 4 فيه فلورو، والمركب هبتان، هبتان، ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان، هكسان، هبتان. ننتقل للتدريب السابع، اكتب الصيغة البنائية الكاملة للمركب A وسمي المركب B الممثل في الصيغة البنائية الآتي. الهبتان يا جماعة كم ذرة كربون؟ قبل شيء قلنا ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان، هكسان، هبتان، إذا 7 ذرات كربون، وكل ذرة كربون حولها 4 روابط أحادية. أحسنتم، هذا هو الهبتان. طيب هذا المركب كيف أسميه يا جماعة؟ أطول سلسلة وين؟ 1 2 3 4. طيب من وين أبدأ الترقيم؟ من هنا ولا من هنا؟ كله نفس الشيء، لأن هكذا بتعطيني نفس المجموعات الغريبة، لاحظوا ميثيل وميثيل، أرقم من فوق ولا من تحت كله نفس الشيء. إذا مش بيكون؟ بيكون عند 2، إذا لو رقبت من فوق 1 2 3 4، عند 2 وعند 3 فيه ثنائي ميثيل بيوتان. أحسنتم، ننتقل للتدريب الثامن، أرسم الصيغة البنائية للمركبات العضوية الآتية. طيب الآن لما يعطيك اسم كذا ويقول لك أرسم الصيغة البنائية، أبدأ من الأخير على طول، البنتان كم ذرة كربون؟ 5. أحسنتم، بعدين ترقمها، رقم ذرات الكربون 5، إذا رقمتها ابدأ حط عند كل رقم ما يعنيه. هنا يقول عند 2 وعند 2 وعند 4 في ثلاثي ميثيل، خلاص إذا الآن أنا رقمت من هنا 1 2 3 4 5، هذا بنتان، هذه السلسلة. طيب أحط عند 2 ثم أيضا عند 2 2 ميثيل، وعند الرقم 4 أحط 1 ميثيل، صار عندي ثلاثي ميثيل بنتان. السؤال التاسع، استخدم قواعد نظام التسمية الأيوباك لتسمية المركبات الآتية. هذا المركب الآن حلقي، كيف أسميه؟ طبعاً الكان حلقي، كيف أسميه؟ في تسمية الحلقات يا جماعة الخير، في تسمية السلسلة تذكرون، نختار أطول سلسلة وبعدين رقم من الطرف الأقرب للمجموعة المستبدلة. هنا في الحلقات لازم تعطي المجموعة المستبدلة أفضل رقم على الإطلاق، تبدأ من عندها رقم 1، لكن تعطي بقية المجموعات المستبدلة أفضل الأرقام. فلما أعطي الكلور هنا 1 أعطي الميثيل 2، هذه أفضل الأرقام، لكن ما يصلح أني أبدأ من الميثيل وأروح أعطي الكلور 6. إذا 1 2 3 4 5 6، 2 3 4 5 6. طيب الاسم، أحسنتم، عند 1 كلورو، لا تنسون كلورو الهالوجينات يضاف لها O آخر شيء كلورو، وعند 2 ميثيل، والمركب ذا كله اسمه هكسان، لو قلت هكسان وصمت بيروح الفكر للهكسان إيش؟ السلسلة الطويلة، نتكلم عن الهكسان الحلقي، إذا لازم تحط كلمة حلقي. السؤال العاشر، أكتب الصيغة البنائية المكثفة للمركبات الآتية. مكثفة، لاحظوا مكثفة، بنتان حلقي، بنتان حلقي ومعه ميثيل، بنتان الحلقي 5 ذرات كربون حلقية بهذا الشكل. طيب أحط ميثيل في أي مكان لأنه بيأخذ رقم 1 في أي مكان، إذا هذا الميثيل بنتان حلقي. هذا المركب بروبان، هذا بروبان 3 ذرات كربون حلقي، هذا حلقي،
طيب عند ذره رقم واحد وذره رقم اثنين حط ثنائي ميثيل، رقمه اول شيء مثلا حط واحد، هذا حطها واحد هنا، حط هنا اثنين وهنا ثلاثه، اذا عنده واحد وعنده اثنين ثنائي ميثيل حلقي بروبان. الخلاصه، المقدمه للهيدروكربونات تحتوي المركبات العضويه على الكربون، اذ يمكنه تكوين سلاسل مستقيمه واخرى متفرعه. الهيدروكربونات مركبات عضوية تتألف من عنصري الكربون والهيدروجين فقط. المصدران الرئيسان للهيدروكربونات هما النفط والغاز الطبيعي. يمكن فصل النفط إلى مكوناته عن طريق عمليات التقطير التجزيئي. الألكانات، تحتوي الألكانات على روابط أحادية فقط بين ذرات الكربون. تعد الصيغ البنائية أفضل تمثيل للألكانات والمركبات العضوية الأخرى، ويمكن تسمية هذه المركبات باستخدام قواعد حددت بالاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية الأيوباك. تسمى الألكانات المحتوية على حلقات هيدروكربونية الألكانات الحلقية. هذا اللي عندي اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يفتح عليكم وأن يقينا وإياكم شر الأمراض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.